أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة على العلاقات المتينة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات وخصوصا في القطاعات التجارية والصناعية. جاء ذلك لدى لقاء وزير الصناعة والتجارة بمعالي السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى السعودية. ونوه وزير الصناعة والتجارة بأهمية الاستمرار في دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تنمية العلاقات الأخوية الراسخة وتطويرها بما ينعكس على تعزيز التكامل بين المملكتين الشقيقتين. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود العالمية لتعزيز التنمية السياحية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسات حوارية ضمن فعالية الدورة 43 ليوم السياحة العالمي التي تستضيفها الرياض، والتي تقام هذا العام تحت شعار السياحة والاستثمارات الخضراء بحضور ومشاركة صناع القرار في القطاع السياحي العالمي وخبراء الاستدامة والتنمية السياحية وممثلين عن منظمات دولية ومحلية ذات صلة. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة إلى أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث السياحي العالمي تأتي في إطار حرصها على استثمار المشاركة في إبراز مقومات القطاع السياحي في المملكة. وقعت شركة KPMG مؤخرا مذكرة تفاهم مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين CFA، وتهدف مذكرة التفاهم إلى الالتزام بالدعم المشترك لتطوير مهارات البحرينيين الشباب في قطاع الخدمات المالية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة زيبا عسكر، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. في البداية أستاذة، كيف سيساهم هذا التعاون في تنمية القوى العاملة في مملكة البحرين، وما هي الجوانب الأساسية التي تركزون عليها؟ مرحبا وشكرا لاستضافتي على البرنامج. المذكرة اللي تم توقيعها بين الجمعية وبين KPMG هي تأتي في ضمن إطار جهودنا المستمرة لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات الرائدة واللي تهتم بشكل كبير بتنمية المواهب وتشجيع التميز في القطاع المالي والمصرفي. احنا كجمعية مهنية من خلال انتصابنا مع الـ CFA Institute نهتم بشكل كبير بنشر التوعية وتطوير مفاهيم مهنة الاستثمار. طبعا اليوم سوق العمل تنافسي جدا والطلب عالي للشهادات الاحترافية، فمن خلال هذه التعاون ومن خلال طبعا جهود الجمعية احنا راح نشجع التخصص في الشهادات الاحترافية العالمية التابعة للـ CFA Institute واللي معروفة اليوم انها الجولدن ستاندرد في هاي المجال. فمن خلال توسعة أوجه التعاون مع KPMG راح نعمل على تشجيع الجيل المقبل من القيادات الشابة في تنمية قدراتهم التقنية من خلال التخصص في هذه الشهادات الاحترافية، وكذلك تزويدهم بخبرة عملية من خلال عرض برامج تدريبية في KPMG وفرصة للتواصل مع مهنيين مخضرمين في سوق العمل. بالتأكيد الأستاذة زيبا عسكر، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، شكرا جزيلا لك. تولي وزارة الصناعة والتجارة اهتماما كبيرا في دعم قطاع المصانع وتعزيزها، حيث تعمل جاهدة على تطوير وتعزيز البنية التحتية الصناعية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. تحتضن مملكة البحرين مجموعة متنوعة من المصانع التي تسهم في تعزيز تنمية القطاع الصناعي. فمصنع يونيفرسال رولينج لإنتاج حديد التسليح مصنع متخصص في إنتاج الحديد المستخدم في صناعة البناء والهندسة المدنية لتعزيز مقاومة الهياكل المعدنية مثل الأعمدة والأسقف والجسور. يعتبر الفولاذ العنصر الأساسي في العديد من المنتجات بما في ذلك قطاع البناء، ونحن نؤمن بالمستقبل المشرق للبحرين وخاصة في هذا القطاع، ونؤمن أيضا باقتصاد أقوى في السنوات المقبلة. لدينا الكثير من الموظفين البحرينيين في مكتبنا، ونعمل على زيادة العدد كل عام،
وقطاع الصلب يساهم كثيرا في التوظيف. And the steel sector is contributing a lot to the employment. تعمل وزارة الصناعة والتجارة على استراتيجية قطاع الصناعة التي تسهم من خلال مبادراتها وبرامجها في توفير فرص عمل نوعية بهذا القطاع الواعد وتطويره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال رفع صادرات القطاع الصناعي.